انطلاقة أسرع. عبد الملك الزيايا، عبد الملك الآن، لا الكرة ليست عند عبد الملك، تمريرة الآن في الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة لكن تعود من جديد لفائدة فريق وفاق ستيف. عبد الملك الزيايا اللي شاهدناه شارك في الشوط الأول لكن لم يلفت الانتباه المهاجم الهداف الخطير. اللي لفت الانتباه هو الحاج عيسى بفضل هدفه الوحيد الى حد الان. كره داخل منطقه الجزاء تمر من الجميع، محاوله اللحاق بالكره يلحق بها للمساكني او القربي، قربي عرضيه تعود من جديد لفائده جديات الان. جديات تصل الكره الان للموشيه، تلعب كره في انطلاقه سريعه الان في هجوم لفائدة وفاق سطيف، لكن تدخل أخير من سياق يوسف وهناك تسلل، ينفي التسلل على مهاجم فريق وفاق سطيف. بيانفينو هاني رامو يلعب كرة أمامية لكن أقرب الكرة عند راحو السليمان. راحو السليمان يلعب كرة طويلة للأمام لكن أقرب عند دفاع فريق الترجي. الترجي كما ذكرت ليحقق دوري ابطال العرب الموسم الماضي، قبل ذلك فريق وفاق سطيف نال اللقب في مناسبتين. فريق وفاق سطيف اللي يحاول ان يعيد ذكريات الجيل الذهبي والجيل الكبير، الجيل العثماني عشاس البرناوي سرار رئيس الحالي للفريق، عشيس الزرقان بن جبل عبد الرحيم بن جبل الترجي رحمن عبد الرزاق وغريب الرئيس، ذلك الجيل الذهبي اللي تمكن من تحقيق دوري ابطال افريقيا وكذلك دوري كاس الافرو اسيويه. هذا هجوم للترجي الان، الترجي في وضعيه هجوميه، دفاع يتابع، تعود الان للترجي من جديد. ابولي الان، ابولي هيا كره في الجهه اليمنى لخالد القربي، قربي مقاوصه مرت من الجميع، الدفاع يتدخل، خطورة الترجي مستمرة، شمام يصر على اتساع الكرة، والتدخل كان من فين بعزة، دفاع من جانب جمهور الترجي وحكم اللقاء ينذر. فاز باللقب 22 مرة وبكاس تونس 13 مرة. هذا الفريق خالد العياري الهداف الصغير الان يدخل في هذه اللحظة. فوزي البنزرتي يستغني عن خدمات زين العابدين السويسي، البنزرتي يغامر يجازف الان في هذه اللحظات، يلعب بثلاث مهاجمين الرامو خالد العياري وبيانفينو، كرة ثابتة لفائدة الترجي في انتظار تنفيذها. هل ستعلن هدف التعديل؟ الكرة عالية لكن الشاوشي في انتظارها، شاوشي يمسك بالكرة، الكرة تصل عند هذا الحارس فوزي الشاوشي حارس مرمى فريق وفاق سطيف. الكرة تنقل طويلة في محاولة عن طريق اللعب بهم بوعزة، متابعة بالكرة خارج أرضية الملعب، تعود للترجي من جديد. الكرة تلعب خاطئة، تصل مرة أخرى لفائدة وفاق سطيف، وفاق في هجوم وتسديدة لكن بعيد من حسين مترف، حسين مترف يسدد يجرب حظه، حسين مترف كان هو وراء الهدف، وراء هدف سطيفية بعد تبادل كرة بينه وبين اللاعب الأزهر الحاج عيسى. مترف اللاعب سابق لاتحاد العاصمة، هو من مدرسة اتحاد العاصمة، من مواليد 84 بالعاصمة الجزائر، ثاني موسم لمترف مع فريق وفاق سطيف، بينما فوز البنزرتي صار على استثناء. بنزرتي مع الترجي حقق دوري ابطال افريقيا عام 94، والترجي كان اول فريق ينال اللقب دون ان يتلقى اي خساره. كره من بيانفينو لكنها خارج ارضيه الملعب، مطالبه بركنيه والحكم يؤكد ذلك، ركنيه لفائده فريق الترجي التونسي. ترقب في ملعب رادس، الكل ينتظر هدف التعديل وبفارغ الصبر من جانب احباء الترجي، بينما عشاق الوفاق في انتظار
أن تمر وأن تنتهي المباراة بهذه النتيجة بين غاية الترجي وطموح الصيفية. نتابع الدقائق القادمة ونترقب أيضا الصافرة المغربية. أمامنا بدلاء فريق الترجي في الجو البارد في رادس، لكن الفريقان أسخنا هذا اللقاء، لقاء محموم، لقاء ساخر من كلا الفريقين. وكرة عالية جاوشي تابع في مرة أولى وفي مرة ثانية يمسك بها. هذا هو الشاوشي اللي يقف ست منيع أمام فريق الترجي. كرة يلعبها الشاوشي طويلة للأمام لكنها بعيدة، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أمامنا الإعادة من جديد. كرة كانت داخل منطقة الجزاء، لكن السيطرة على الكرة كان من حارس مرمى الشاوشي اللي سيكون